حياكم الله احبتي مشاهدي قناه عراقيه رياضيه وين ما تكونون، حلقه جديده من برنامجكم من الماضي. مثل ما تعودتم حلقاتنا السابقه على تعدد النجوم والاسماء الكبيره اللي تواجد ويانا في هذا البرنامج. ضيفنا هذا اليوم مثل كل مره راح يعرف عن نفسه عندما تكون الكاميرا وياه. راح ننطلق ويا الكابتن. تفضل كابتن. صادق سعدون، لاعب نادي صلاح الدين والقوه الجويه والطلبه. رحب بك وكل مشاهدين ومتابعين برنامج من الماضي. رب يحفظك ويسلمك. صلاح الدين جوية طلبة والمنتخب الوطني بأكثر من محفل مثلت المنتخب الوطني. يمكن الأهم عند اللاعب لمن يوصل المنتخب الوطني ومثل المنتخب الوطني على الدرجة للمنتخب الوطني فئات شباب وأولمبي وإلى آخره ووطني. نعم يمكن أكثر شيء كانت فئة المنتخب الأولمبي مثلتها. اي تميزت بيها. اي يعني كانت مجموعه من افضل اللاعبين في وقتها حقيقه، واشتركنا باكثر من بطوله خارجيه، واغلب البطولات اخذناها اذا كانت مرديكا او نهرو، والتصفيات الاوليه لاولمبياد اطلنطا والتصفيات النهائيه، واغلب اللاعبين من هذا المنتخب راحوا للاحتراف وقسم كبير راح للاحتراف من خلال الاولمبي ايضا كان. نعم اغلب اللاعبين، يمكن قل من اللاعبين العراقيين اللي احترفوا بدول متقدمه مثل كوريا او اليابان او هذه الدول. اغلب لاعبين يحترفون بالخليج. صح صراحه. صح. لا والمفارقه بها انه الاحتراف مو جاء عن طريق منتخب وطني، منتخب اولمبي. صح. يعني شوف نوعيه اللاعبين. مميز هذا الشيء. يعني شوف نوعيه اللاعبين اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت. نعم. كانوا من افضل اللاعبين، وهذا الشيء اللي حقيقه هو المفرح انه تحترف في كوريا الجنوبيه عن طريق المنتخب الاولمبي وليس المنتخب الوطني. صح. راح نتحدث عن هذا الموضوع، نتحدث عن احترافك من خلال مشوارك ومحطاتك، لكن قبل ما نبلش، كل لاعب لما ينتهي مشواره الكروي يتحول يا اما للتدريب يا اما للعمل الاداري. نعم. اليوم انت عمل اداري ماكو. نعم. تدريب ماكو. نعم. تحليل. نعم. اختاريت التحليل ولا انه بسبب انه ما توفرت لك امور التدريب او الامور الاداريه اتجهت للتحليل؟ حقيقه سنحت لي اكثر من فرصه للتدريب، وعملت بمجال التدريب من 2014 لغايه هذا الموسم اني كمدرب، يعني نهايتي مع القوه الجويه. زين. انا وكابتن احمد خلف دربنا الفريق حوالي تسع مباريات. نعم. فبعدها يعني تغيير المدرب والكادر التدريبي بقدوم الكابتن راضي شنيشل وكادر التدريبي، فلهذا انه تركنا النادي. بس ما كملت يا باقي الانديه يعني اقصد. لا ما استمريت. ما كملت لحد المباراه. هو كان هناك عروض يعني حقيقه من انديه الدرجه الاولى والانديه المتذيله بالترتيب، لكن رفضتها لان امور كثيره بها من ناحيه الامور الماديه، وايضا نوعيه اللاعبين اللي اثنينهم للاسف ما متوفره من ناحيه العروض اللي تقدمت لي، فلهذا رفضت اكثر من عرض. اختاريت التحليل حاليا، تشوفه صعب؟ تشوفه مثلا بمميزات بسلبيات بايجابيات هذا المجال؟ هو انا مو اختاريت التحليل، وانما يعني الاخوان دائما تكون هناك مباريات، يعني كوننا قريبين على الدوري وملمين. نعم. باللاعبين. فيستضيفونا او يختارونا مع الاخوان خلال مجموعه من الاسماء. اوكي. فنجي. هو مو طريقي يعني التحليل، لا يعني. نعم. مهنتي التدريب، لكن من خلال قربنا للدوري انه نحلل مباريات الدوري وايضا مباريات منتخب الوطني. شفت بهذا المجال؟ هو حقيقة مجال صعب. صعب. يراد خبرة، يراد دراية كاملة عن اللاعبين، عن الفرق. عن الأمور الفنية. الأمور الفنية أكيد. الأمور الفنية هي موجودة. أي بس أنت يراد لك مثلا تحضير لهذا الموضوع. أنت اليوم مباراة لازم تحضر لها بشكل جيد، أنه الفريق شلون ترتيبه، شو الفريق، طريقة لعبة، طريقة لعبة، اللاعبين المحرومين، الاستقطابات، المحترفين، الغيابات، طريقة اللعب، الكوادر التدريبية اللي أشرفت على هالفريق، ترتيبه بالدوري، الفريق جيد او غير جيد، مستواه، شراد له، يعني هواي. ذكرت الصعوبه اللي انه لازم تكون تختار المعلومه الصحيحه. اكيد لازم. والشيء الصحيح، لان بالمقابل راح تلاقي نقد جائز من الجمهور من الشارع الرياضي. طبعا. اذا كان يعني هو يعني طرح غير موفق. انا اليوم يعني نصيحتي للاخوان اللي يجون بالتحليل او انه يعني اكثر الاحيان خلي يبعدون ارائهم عن
عن عن الكوادر التدريبيه اللي تشرف على الفرق كونها هم ادرى بلاعبيهم. صح. يعني ما ممكن اليوم احنا نجي نقول ليش ما لعب فلان او ليش مقعد فلان، هو المدرب اعرف بوضع الفريق. احنا ما نعرف داخل الفريق شو بكون من مشاكل، من امور من امور ماديه، من هاي كلها بعيدين عنها. احنا اليوم نشوف وين نتكلم عنه. صح. فهذه هي نصيحتي، انه يعني شفت في اكثر من برنامج انه ليش نزل فلان وليش مقعد فلان. احنا هاي مو اختصاصنا، احنا نطرئين بس ما نقول ليش، يعني هو المدرب الاول والاخير هو المسؤول عن خياراته. يمكن شيء بشيء يذكر مثل ما عندي يصير حاليا مع ريال مدريد، كل ينتقد انشيلوتي على طريقه اللعبه والاسلوب اللعبي، هو عرف بالفريق وعرف امكانيات لاعبي والاسماء المتاحه والغير المتاحه، وجاي يرد على كل العالم، مو انه كم شخص، لا على كل العالم المنتقدين خلال الشوط الثاني. زي. اكثر المباريات اللي يفوز هو بالشوط الثاني، يحدث تغييرات ويحدث. قبل ما نبلش بمحطاتك، كل لاعب عنده يشتهر بلقب. نعم. اللقب تشتهر به او القريب على قلبك؟ أنا يعني أقرب لقب عندي هو لقب ريال مدافع العصري حقيقة، وأكو أكثر من لقب. لاعب القصاب، القصاب، اللاعب القصاب، ممتاز بلعب بالخشونة والضرب اللعب القوي، يعني توصل مرات بعض الأحيان الخشونة، لكن أنت تعرف في دورينا بالمواسم الماضية يعني كان قوي جدا، يراد للمدافع الشرس والمدافع اللي كيف يتعامل مع المهاجمين، لان تعرف اغلب فرقنا كانت وفره من المهاجمين. نعم. المهاجمين على طرازات عاليه. بيوم من الايام اللي قام الكابتن نايم صدام قال دخلت شاد الركبه اليمنى يمكن وانا مصاب باليسرى، يعني صار يصعدون ضدي. اي صح. فاجيت انت قلت له انا اعرف انت مصاب بهاي الجهه. نعم. شاد هذه الجهه يعني. هو كل فريق يعني تلقى به لاعب او لاعبين يلعبون اللعب القوي واللعب التاف، فيكون هناك حذر يعني حتى من المهاجمين او حتى المدافعين او حتى بالكرات الثابته يكونون حذر من هذا اللاعب. فدائما يعني تصير هاي الحيل انه انا مصاب باليسرى اشد اليمنى، هذا فتصير دائما مع اللاعبين المنافسين. نعم. يمكن هاي الميزه يمتاز بها الدفاع الايطالي دائما الخبث الكروي يسموه. أي نعم. الضرب وهذا. نعم. نعم. تمام ننطلق جاهز. جاهز. يلا شوفوا المحطات، مهندس محضر لنا. الدوري العراقي لكرة القدم تعادل الرشيد مع الطيران بهدف لكل منهما. وأول تسديدة للرشيد من كريم محمد علاوي ومحمد جاسم نادي الطيران. ناول إلى عماد. عماد وممتاز يمر من جلال ويحول كرة أجمل وتنقط لازال الخطوات. الله وهذا هدف. هذا هدف يسجله وجدي زيدان، لكن الحكم نشوف الكرة مرت من الشبكة وخرجت إلى الخارج. وجدي زيدان في الدقيقة 11 في المباراة وأنا قلت هدف، لكن نشوف ما هو قرار الحكم صلاح محمد كريم. الكرة تمر، وجدي زيدان يسدد بيسرع على يسار حارس المرمى وعلى إلى القائم البعيد، والحكم مع مراقب الخط عباس عبد الرحمن. وأخيرا أعزائي المشاهدين، أعلن الحكم صلاح محمد كريم باحتساب هذا الهدف. 25 دقيقة على انتهاء الشوط الأول، وتتحول الكرة تنقطع من جبار حميد، وهذا ناطق نعيم صدام وممتازة نعيم وهذا ليث سدد ليث وممتازة، ضربة جميلة الرشيد ومناولة جميلة وخطأ هذه وممتازة، حارس المرمى ينفرد أحمد راضي، لكن عمر أحمد 3 أهداف محققة يعني. علي من جلال وهذه خطرة كرة من أحمد راضي من وهذا ليث حسين إلى سعد قيس، والحكم يصفر ضربة جزاء في الدقيقة 3 من الشوط الثاني من المباراة، ويتقدم سعد قيس، يتقدم سعد ويسجل هدف. شاهدنا هذا الفيديو على موسم 89. نعم. مباراة الرشيد والطيران، حضرتك كنت الممثل للطيران بهذا الوقت. نعم. مواجهة صعبة للرشيد بذاك الوقت اللي أغلب لاعبيه من النجوم مثل ما شاهدنا الأسماء، كذلك أنه النجم المهاجم الكبير جدا الكابتن الله أحمد راضي. نعم. واجهته بداياتك ومع الرشيد. نعم صحيح. شلون كانت الأجواء؟ شلون توصف هذه اللعبة؟ حقيقة هاي يعني المباراة يعني ما كانت في مخيلتي أبدا، يعني كيف أنت لاعب شاب وصاعد من شباب النادي للفريق الأول، أنت فريقك مليان نجوم، بالمقابل نادي رشيد كل نجوم يعني كأس حارس المرمى المهاجم كل يعني كل هم نادي رشيد في وقتها يلمون خيرة اللاعبين بالدوري. نعم.
امر انه اي لاعب يرضو رشيد يجي، بس هناك استثناءات اي لاعب او لاعبين سيد سعيد ناظم شاكر يمكن اللي صار عليها رفض او ما اعرف في ذاك الوقت كيف صارت العمليه، لكن هم يختارون عينه لاعبين الدوري يجيبوا لهذا النادي. فالمباراه حقيقه انا عمري 17 سنه هنا يعني لاعب صغير من شباب الطيران صادوني، وزجني الكابتن عامر جميل اللي اوجه له التحيه من هذا المنبر بهذه المباراه اللي انتهت. قبل ما تكمل لي على تفاصيل المباراه، ذكرت عمرك 17 سنه من شباب الطيران للخط الاول، شلون صار هذا الانتقال؟ شلون صار هذا التحول؟ كيف اختاروك؟ على شنو بنوا لعبوك بهيك مباريات وهيك دوري حساس؟ اي نعم صح، احنا شوف كانت مباريات شباب النادي اكثر المباريات تلعب قبل مباراه الفريق الاول، فانا كنت تكون الانظار عليها. اها فكنت كابتن الفريق، كابتن شباب النادي حقيقه. اول موسم جيت فيه من ناشئين الجيش الى شباب الطيران انطوني اشاره القياده، رغم كانوا لاعبين قدام الفريق لكن المدرب سعد يونس وحميد سلمان اوجه لهم تحيه، هم اللي اعطوني اشاره القياده، وكنت يعني في ذاك الوقت بارز مع شباب النادي، يمكن حصلنا المركز الثاني او الثالث او ما اذكر. فلهذا الكابتن عامر جميل كان متواجد في جميع مبارياتنا ويشوفنا، يشوف الفريق ويشوف، فلهذا اختارني انا ولاعب ايضا ثاني مالك حسن فيوري الانضمام للفريق الاول. فانضمينا حقيقه واحنا صغار، اخذنا معسكر الى هنغاريا واحنا ايضا لاعبين يعني ما شايفين ملعب الشعب يعني حقيقه، يعني كنا نلعب قبل المباراه نلعب في الملعب الشعب الثاني. المباراة غريبة بكل أطوارها كانت عليه، يعني كون صغير ما لا امتلك الخبرة، وسط نجوم كبار، وسط نجوم كأس عالم لعبه، الحضور الجماهيري الكبير، فهاي كلها صعوبات أمام اللاعب. كانت محطة مميزة جدا لك أكيد طبعا، الأمر تمثلها كذا فريق وتلعب مع هذا كأسماء وضد أسماء كبيرة جدا أيضا أكيد نفس أنا أعتبرها. لكن أنت قبل شوي ذكرت لي أنه جوية صلاح الدين طلبة، ما ذكرت لي الخطوط، انت لعبت مع الخطوط لكن يمكن انتقلت للخطوط بس ما شاركت. ما شاركت يوم. اي هذا من خلينا نشوف هذه المحطه. نعم. خلينا نشوف هذه المحطه. عدستنا تنتقل وإياكم إلى ملعب تكريت، لقطات أخرى من المباراة التي جرت مساء اليوم بين نادي صلاح الدين بالملابس البيضاء المخططة بالأحمر ونادي الأمانة بالملابس الخضراء والبيضاء. نترك للمشاهدين الكرام لقطات الشوط الأول. فرحة الدوري الكبيرة مشاهدين الكرام اليوم بحضور جماهير غفيرة في ملاعب بغداد وملاعب محافظاتنا لمتابعة اللقطات المثيرة من الدوري الجديد. فاتحة خير إن شاء الله. الشوط الأول التعادل بدون أهداف، كذلك الشوط الثاني من هذه المباراة انتهى بالتعادل السلبي. الفريقان حبايب، النقطتين لصالح صلاح الدين والأمانة. مع أولى مباريات برنامجكم الرياضة اليوم لهذا المساء، لقاء مهم للقيثارة الخضراء أمام نادي صلاح الدين في تكريت. الشرطة بالملابس الخضراء والسراويل البيض ونادي صلاح الدين بالملابس التقليدية الحمراء. وهدف أول جميل جدا لنادي صلاح الدين في الشوط الأول. نادي صلاح الدين يقف بالمركز التاسع ونادي الشرطة يقف بالمركز الرابع. صلاح الدين يملك 22 نقطة ونادي الشرطة يملك 27 نقطة بفارق 7 نقاط عن الثالث نادي الطلبة. الرياضة اليوم يتواصل وإياكم ومباراة نادي صلاح الدين ونادي الشرطة في ملعب تكريت مساء اليوم.
المباراة مشاهدين الكرام انتهت بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما. صلاح الدين هدف شاهدنا المحطة الخاصة بمشاركتك مع نادي صلاح الدين. يمكن ذكرت أثناء الفيديو قلت ما كان أحد يقدر يتغلب علينا بالأخص في محافظة صلاح الدين، يعني لما الفرق تجيكم لهناك صعب لما تواجهكم. صح. أنت البداية كنت حتى نكمل الموضوع أنا قبل ما أروح للفيديو. الطيران تحولتوا إلى الخطوط. نعم. مشاركتوا تحولت من الخطوط إلى صلاح الدين. نعم. على موسم 91. نعم. شلون صارت الانتقال الى صلاح الدين وليش اخترت صلاح الدين بالذات؟ يعني اختاريت صلاح الدين اول شيء يعني انا بالخطوط ما سنحت لي الفرصه انه اشترك مع الفريق. فبحثت عن 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 مكان حتى اقدر العب به، اقدر العب به واقدر عندي الامكانيه وعندي الطاقه انه العب باي فريق. فاختاريت صلاح الدين كون الفريق يعني في بغداد، تدريبنا في بغداد، مجرد المباريات احنا نروح نلعب في تكريت، كنا نتمرن في حي القادسيه، ولاعبين على مستوى عالي حقيقه، كادر تدريبي، كادر تدريبي جيد، من افضل المدربين اشرفوا على هذا الفريق اللي المرحوم عبد كاظم. نعم. عبد الله عبد الحميد اللي اختارك بالموسم الاول. عبد الله عبد الحميد. نعم. حقيقه اختارني وكان يلعبني امام المدافعين، يعني كلاعب ارتكاز، كوني يعني مصد للهجمات واقطع. وانت ما رفضت يعني؟ ما رفضت. انا بدايتك شبه وسط ولا كمدافع يسار؟ يعني مدافع شبه وسط. شبه وسط. شبه وسط. زين. فلعبني بهذا المركز، بعدها رجعت الى قلب دفاع. اخذت ثلاث مواسم مع صلاح الدين في هذا المركز، وكنا من يعني من افضل اللاعبين، حتى يعني اكثرنا شلون من اولمبي واحترفنا من هذا الفريق اكثر اللاعبين. مثلا رحنا الانديه الجماهيريه من صلاح الدين. حلو. اذا كان ياسر عبد اللطيف، اذا كان مهند محمد علي، اذا كان ميثم كمال، اذا كان صاحب عباس، اذا كنت اني، يعني هواي لاعبين خاف انسى لاعب، يعني كلها راحت للانديه الجماهيريه. فلهذا كان الفريق جدا قوي خاصه في ملعب صلاح الدين. نعم. ممكن ما اتذكر خسرنا ويا اي فريق جماهيري حقيقه. أوكي. ابدا هناك ما خسرنا. تذكر تفاصيل هذه المباريات وهذا الموسم بالذات اللي لعبته؟ مثل ما قاعد تقول انه ايام كانت مميزه بالنسبه. صح. لك. اي نعم. اكو لعبه يمكن ما حالفك الحظ بيها، انطردت، صار عندك اشكال بيها امام النفط، تذكرها لو لا؟ اتذكر امام النفط صارت فيها مشاكل هاي المباراه. أنا سجلت بها هدفين. مو النفط. ها. بتذكر. مسجل بها هدفين وما تتذكرها؟ إيه. بس ما أتذكر يعني أمام أي فريق. إحنا تعرف هناك أغلب المباريات بها مشاكل. أغلب المباريات. طبعاً لأن جمهور قوي جداً والجمهور ما يريد يخسر، وإحنا بنفس الوقت ما نريد نخسر. سوون مشاكل يعني. أي حتى نسوي. والطرد سهل عندك، ما عندك مشكلة يعني حتى تنطرد؟ لا هنا قليل ننطرد. أوكي. لأن هناك شوية تعرف أكو رهبة من الجمهور. زي. فالحكم القرار مو رأسا ياخذ. أوكي. يعني أوكي. يتأنى به يعني. يتمعن بالقرار، يشوف زي. يشوف وراء شيء يصير يلا يتخذ القرار. زين. ويا ديالة تتذكر على هيك مباراة مع صلاح الدين؟ إيه. صلاح الدين وديالة؟ لا ما اتذكر. ما تتذكرها؟ صلاح الدين شلون ذاكرتك بصورة مو زينة؟ مو زينة. اي مو زينة للأسف. اي مو زينة. خلينا نشوف مهند الكابتن ذاكرته ضعيفة. اي اشوف اتذكر. نادي ديالة وصلاح الدين. صلاح الدين ملابس الحمراء التقليدية ونادي ديالة ملابس الصفراء والسراويل البيض. وإنذار أول لنادي صلاح الدين. وكارت أحمر للاعب ديالة للاعب صلاح الدين في الشوط الأول من المباراة. Yeah.
والهدف الأول الجميل لنادي ديالة عن طريق اللاعب حكمة عطية. والكارت الأصفر الثاني والثالث لنادي ديالة أعتقد عن تأخير لعب. ولقطة جميلة لحارس مرمى ديالة. والكرة إلى الخارج. انتهت هذه المباراة بفوز ديالة بهدف واحد مقابل لا شيء لنادي صلاح الدين. يا بتذكر هالكابتن هسه قال ديالة وصل أهدى وأقول قليل المشاكل والطرد في صلاح الدين. علي ديالة كيف هسه فريقه غلط. تحياتي. 1-0 خسارة وطرد الصارخ شايلون. اي ايضا مباريات المحافظات اذا ذهبنا مثلا خارج بغداد فرق محافظات تكون صعبه علينا. تعرف كانت سمعه صلاح الدين انه نادي حكومي او نادي تابع. انا دوصل هاي النقطه. نادي تابع كان عندكم فد امتيازات فد شيء مضاف لكم صراحه تحكيم او شيء او ثانيه؟ لا 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 ابدا ابدا. احنا بالعكس احنا اصلا خارج ملعبنا نتاذى اكثر مما انه في ملعبنا. كون يعني الجماهير ضدك، الحكام ضدك، الفريق يجي متحفز اكثر يلعب ضدك، كونك انت فريق مثل محافظه يعني شلون محافظه تابعه للحكومه العراقيه في وقتها، فلهذا اكثر الامور تكون ضدك حتى الامور الاداريه في بعض. بالاضافه للضغوطات النفسيه اللي تتعامل منها. طبعا طبعا مع العلم يعني هم يمكن لاعب او لاعبين هم من صلاح الدين من المحافظه. اكثر اللاعبين من بغداد. شلون تشوف مشوارك مع صلاح الدين؟ والله مشوار ناجح. مشوار ناجح لان هو اللي خلاني اسلك الطريق ايضا للنجوميه من خلال هذا النادي. يعني تعرف الثاني قليل زين. لك موسمين مع صلاح الدين؟ ثلاث مواسم. من صلاح الدين الى القوه الجويه. نعم. اوكي؟ نعم. بدت مرحله النجوميه وبدت مرحله الفرق الكبيره والفرق الجماهيريه وصادق سعدون ثبت اسمه. نعم. شلون صار الانتقال ووقعت مع القوه الجويه؟ الانتقال صار عن طريق اشخاص من الجمهور الجويه. كوناني يعني معروف عند الجمهور. وثاني شيء انه برزنا مع هذا النادي يعني حققنا نتائج جيده وايضا كانت مستوياتنا ولاعبين بارزين. قلت لك اغلب اللاعبين راحوا الفرق الجمهور من زمان يتدخل. ليش اليوم يشكلون على الجمهور لما يتدخل الصفات؟ لا مو يتدخل، هو ينطي اراء. ما يدخل مثل هذا لاعب فلان نادي هذا لاعب زين ممكن نستفاد. اي ممكن نستفاد منه بس ما يتدخل ابدا في ذاك الوقت. لا مستحيل. صارت عندي مشاكل حقيقة لأن كانوا أنا بالعسكرية كنت هارب. فالإخوان في صلاح الدين صاحبين فضل علي في هذا الموضوع. فكان تمسكهم كبير جدا بي أنه ما أغادر بأي وسيلة. هذه يعني مشكلة. فوصلت مرحلة أنه يعني حتى طلعت من بيتي. ما أروح للتدريب لأن كان في وقتها المدرب المرحوم عمو بابا هو مدرب نادي القوة الجوية. فاجوا لبيتي اكثر من مره جهات عسكريه انه لازم ترجع صلاح الدين او نعتقلك من هالباب. فاني طلعت من البيت سكنت بغير مكان. فصار اتصال الوالد راح لعمو بابا قال له هيك وهيك الموضوع. قال له ما له علاقه هو ويانا ولا يخاف واني يمه وما شنو من هالقبيل. وراها صار كلام بين السيد رئيس النادي محمد الوطني اللي اوجه له التحيه والحب والاحترام. هذا الانسان الرائع المحب اللي اغلب الرياضيين يكلونه الاحترام والتقدير كونه انسان محترم من افضل رؤساء الانديه في وقتها. فترتب الموضوع عن طريق اداره القوه الجويه والاخ محمد الوطني وانتهت على خير الحمد لله ومثلت فريق القوه الجويه في وقتها. الحمد لله. اي نعم. حلت الأزمة. بعد مشاكل. حلت الأزمة وكذلك خلصت من العسكرية. اي كل شيء هذا الموضوع. اي نعم. خلينا نشوف واحدة من محطاتك مع القوة الجوية نشوفها في الفيديو. التقى ناديا الطلبة والجوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ملعب لك البداية. هذه المباراة ابتدأت في الساعة 7:15 من مساء هذا اليوم وأضاع فيها الناديين عدة فرص سهلة للتسجيل.
لاحظوا لكم الهدف الأول لنادي الطلبة وهو خطأ من حارس مرمى القوة الجوية. لاحظ الهدف من زاوية تصوير أخرى مقابل لا شيء لنادي القوة الذي سجل له أكرم عمانوئيل هدف التعادل، وهو هدف جميل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء. وجوي فرحان بهذا الهدف. واستمر اللعب الجميل بين الفريقين لتسجيل أهداف أخرى في هذه المباراة، وحازم ياسر يضع الكرة الثانية لنادي الطلبة في مرمى الجوية وهو هدف لخطأ من حارس مرمى الجوية أيضا. إذن النتيجة الآن تقدم الطلبة، واستمر الجمهور الكريم بالتشجيع لكلا الفريقين لتسجيل أهداف أخرى في هذه المباراة. وحازم ياسر إلى حارس المرمى، وكرة جوية في عارضة مرمى الطلبة. ونلاحظ لكم هذه الحالة اللي اعترض عليها لاعبي القوة الجوية على أساس أن الكرة مست يد أحد مدافعي الطلبة لتكون ضربة جزاء، ولكن الاعتراض كان شديد وأنذر حكم المباراة اللاعب أكرم عمانوئيل، وكذلك طرد وليد ظهد من المباراة لاعتراضه الشديد على قرار الحكم. ودائما نقول قرار الحكم قرار نهائي لا نقاش فيه، وأكرم عمانوئيل وعشرة من مدافعي الطلبة. إذن انتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد لصالح نادي القوة الجوية. بهذه الألعاب النارية والتي أطلقت في الاستراحة بين الشوطين. وفي شوط المباراة الثانية وكما نلاحظ معكم أعزائي المشاهدين، أضاع فريق القوة الجوية عدة فرص سهلة للتسجيل أمام المرمى، والسبب هو سوء التهديف لدى مهاجمي القوة الجوية. وسجل فريق الطلبة هذا الهدف، ولكن حكم المباراة ألغاه بسبب وجود حالة تسلل على مهاجمي الطلبة. واستمر الشوط الثاني بإضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، وأكرم عمانوئيل إلى حارس المرمى سهيل صابر، ومدافع الطلبة يخرج هذه الكرة من مرمى الطلبة لتستمر الفرص الضائعة لفريق القوة الجوية، والذي لعب شوطا ممتازا في الشوط الثاني ليسجل هدف التعادل، ولكن النتيجة بقيت على حالها بتقدم الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد. واحدة من المباريات اللي خضتها مع القوة الجوية ضد الطلبة اللي نعم. يمكن أيضا لك في قلبك مكانة لنادي الطلبة. أكيد طبعا. نهائي بطولة النخبة ذاك، يعني تسمية ثانية كانت، لكن اليوم نسميها بطولة النخبة. خسارة من الطلبة، يمكن كان مستوى القوة الجوية أفضل بهذه المباراة، والأسماء اللي موجودة بالقوة الجوية أسماء كبيرة أيضا. صح. شيء حلو لما تمثل القوة الجوية فريق جماهيري فريق كبير، بالإضافة إلى الأسماء الموجودة وياك. هاي البطولة قدمنا مستوى عالي جدا، بحيث كانت كل الترشيحات والتوقعات انه تميل لصالح فرق القوة الجوية نظرا للمستوى اللي قدمناه من خلال المجموعات. الان صعدنا للنهائي، تعرف كان اربع فرق برفع فرق وتترشح تلعب مباراة نهائية، يعني كنا فريق على قدر المسؤولية حقيقة، صعد للنهاية أمام فريق أيضا وهو الطلبة جاي من بطل حاصل على بطولة الدوري مع الكابتن يحيى علوان، فريق ممتاز استحدث الطريقة الحديثة اللي لعبوا بها 4-1-4-1، فكان فريق على مستوى عالي، لكن كنا في المباراة احنا الأفضل طوال 90 دقيقة، لكن أخطاء من الحارس المرمى يمكن خطأين هي اللي صار منها هدف. جميل محمود حارس مرمى. اي نعم، في وقتها كان من حراس الجيدين، مثل منتخب شباب فلسطين في وقتها، قدم مستوى جيد ورائع، وأيضا في هذه البطولة قدم مستوى جيد، لكن للأسف المباراة النهائية لم يكن موفق بها.
فخسرنا المباراة حقيقة بأخطاء فردية، رغم النقص العددي اللي كان حاصل، ورغم النجوم الموجودين كانوا في فريق الطلبة في فريق القوة الجوية، لكن عندكم أكرم عمانوئيل يعني اسم كبير جدا، أكرم مهاجم من طراز عالي، يعني شفنا على لقطات ما شاء الله عليه ما يوقف، يعني هاي ما طلعوها ما يعني أكل بثناء هاي المباراة أو المباراة الثانية راوغ ستة حقيقة، الحارس هم راوغ وبقى أمام المرمى متراهير يسجل، فلعبها على كيف للأسف ما شاف المدافع جاي، لو هذاك الهدف صاير لكان من أجمل أهداف الدوري العراقي على على مر العصور، يعني الإمكانية اللي يمتلكها والمهارة العالية والتسديد بكلتا القدمين، التمويه، الثقة، المهارة العالية، الهدوء داخل منطقة الجزاء، يعني مواصفات كاملة في هذا اللاعب حقيقة، اللي يوجه له كل التحية والاحترام كابتن أكرم، يعني كان علامة هناك بارزة. رقمك خمسة، خمسة نعم، لكن أكثر أغلب الأوقات تلبس رقم الخمسة، نعم اشمعنى رقم خمسة؟ يعني هو اجى عن طريق يعني ما عندك فد شيء؟ لا ما عندي شيء بي، لكن بصلاح الدين ايضا حملت بالبدايه رقم 9 وبعدين استقريت على رقم 5، اول موسم رقم 9 لكن استقريت على رقم 5 بعدين، بعدها ايضا حملت رقم 3 و4، المهم هاي الارقام القريبه المدافعين كنت ارتديها انا. نعم نعم، قبل شويه عرفنا من خلال كلامك ذاكرتك مو قويه جدا. اي ابدا. هسه مهندي استاذ بالماء قال لي والله سأله مقول على جيل زيدان لو لا؟ ايه مقول يا لعبه اتذكر مو دوري، يقول مو دوري؟ ايه شو وين فوق السطح؟ كاس مثابره نخبه هذه مقول عليه حقيقه جويه مع ضد الزوراء، مقول عليه بضربه راس ومقول عليه ضربه جزاء ايضا، تحياتنا الكابتن جليل، بس وراها ممكن مسجل عليه ما خلينا نشوف مهند، مهند ارشيف مهند عالمي مو عراقي، خلينا نشوفه الكابتن. ايه يلا خلينا نشوف. عباس عليوي وصادق سعدون يسجل الهدف الاول للمنتخب الاولمبي في الدقيقه 42 من المباراه. هذه عاده لتحويله عباس عليوي من ضربه ركنيه، والهدف الجميل اللي سجله اللاعب صادق سعدون قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق. لا 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 الفريقين اللي جو الى ركلات الجزاء الترجيحيه، حارس مرمى المنتخب الاولمبي حسين يصد ركله الجزاء الاولى وتضيع الضربه الاولى من ضربات الجزاء للمنتخب الاولمبي، صاحب عباس يسجل الهدف الاول وصادق سعدون تضيع عليه الفرصه، مهند مهدي يحرز هدف وهدف جديد للمنتخب الأولمبي، عدنان محمد يضيع فرصة، جليل مسجل هدف، والضربة الأخيرة لمهند محمد علي، وتنتهي المباراة بفوز منتخب بغداد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4-3 رغم المستوى الجيد اللي قدم المنتخب الأولمبي. وكذلك ذكرتها منتخب الاولمبي يعني منتخب بغداد. اي هو حقيقه هو الجليل يعني مشهور بضربات جزاء، يعني يقول هسه اسطح لو مو اسطح ما اتذكرها، من افضل الحراس على مستوى العراق في ضربات الجزاء حقيقه، يعني الجليل زيدان، وايضا هو حارس جيد، يعني فهو يفقد ضربات جزاء يعرف وين يختار. انت ضيعت ضربة جزاء لكن بالمباراة سجلت وضيعت ضربة جزاء، ذكرت انه طريقتك هذه بالتسجيل دائما هاي نفس الشيء تكون بخير بالاخير. نعم، لان كون انت بس تخلي بها توجيه، نعم بدون قوة تخلي بها توجيه فقط،
انه اكثر اهدافي بهاي الصوره، وايضا هدف نفس الشيء بس من الجهه المقابله ايضا نزل بالزاويه البعيده عم على جديد. كانت هاي الطريقه مدروسه يعني مخطط لها من عندك ولا من كادر تدريبي او تعلمتها من شيء مدرب انه تكون بالاخير المنطقه وتلعب الكره بهذه الطريقه؟ اي لا، هاي ككادر تدريبي، اي خليني بالمناطق البعيده، اكو مدربين لا يخلوني بالوسط، اكو مدربين بالبدايه عن قريب تعتمد على تنفيذ الكره على المنفذ انه وين دائما يخلي كرته او توجيه الكره، فعلى ضوءها على نوعيه اللاعبين اللي عندك يختار للمكان المدرب انه وين اوقف اثناء التنفيذ. نعم زين هسه تذكرت. اوكي هاي تذكرت تمام. عندنا واحده من المحطات المهمه، توقع شنو راح تكون؟ ما اتوقع يعني حاصلين ذهب بيها يا عيار ما ادري. اهم شيء مو مشكله يعني، ماكو مشكله ماكو مشكله يعني طر يعني كريم اخذونه للمحطه خلينا نشوفها لو عركه اهم شيء هاي ماكو. ويل كابتن عمر جسام داخل منطقه الجزاء، راوغ علي وهيب ويتقدم حارس المرمى ينقذ الكره وبعدها خطره، لكن ويسدد صادق الى حارس المرمى. ممتاز تسديد جيد لكن الى حارس المرمى، يعني الفريق يجرب كل الحالات التهديف من خارج منطقه الجزاء، من داخل منطقه الجزاء، من جناحين، من تسديده لصادق من مسافه بعيده وكره جيده، لكن حارس المرمى كان في المكان. وهجمه لصالح فريقنا الاولمبي، حسام كره جميله الى قحطان، يتقدم قحطان، يتقدم داخل منطقه الجزاء ويحول كره الى خارج الملعب. قحطان السير يتقدم بكرة من منى ومدرب فريقنا الأولمبي. وعباس عبيد سيطر عليها في الوسط قريب من عند علي ومهند محمد علي، مهند يتقدم والهدف الأول، الهدف الأول مهند محمد علي سجل لصالح منتخبنا الأولمبي. مناولات جميلة، هذا كنا اللي نقول عليه، اللمسة الأخيرة ما كانت موفقة لمنتخبنا الأولمبي. مرة واحدة قحطان الثير انفرد بالمرمى وإلى خارج الملعب، ومهند محمد علي ممتاز، سيطرة جيدة، مراوغة جيدة، وكرة إلى داخل الهدف. هذه الكرات إلى العمود البعيد، صالح منتخبنا حسام، حسام إلى قحطان داخل منطقة الجزاء وإلى داخل الهدف، الهدف الثاني صالح منتخبنا الأولمبي. قحطان أربع خمس مرات حاول وسجل الهدف الثاني لصالح منتخبنا الأولمبي. أيضا مناولات جميلة من حسام فوزي إلى قحطان الثير، ممتاز، حلو حلو، لعب حلو لمنتخبنا الأولمبي اللي استطاعوا أن يسجلون به الهدف الثاني. شاهد سرعة قحطان وكذلك الكرة الجميلة إلى داخل المرمى واستطاع أن يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الأولمبي. وانتهت المباراة أعزائي المشاهدين بفوز منتخبنا الأولمبي بكأس مردكة للمرة الثانية في تاريخ المشاركات العراقية الأربعة في هذه البطولة. مبروك لمنتخبنا الأولمبي هذا النصر اللي تحقق في ملاعب ماليزيا، لاعبين شباب يعني الكأس الفريق الأفضل، وعماد هاشم كابتن منتخبنا الأولمبي يستلم كأس بطولة مردكة بكرة القدم اللي أحرزوه في هذه البطولة. مبروك للاعبينا، مبروك لجمهورنا، مبروك للعراق العظيم هذا الكأس اللي تحقق في ملاعب ماليزيا، واللي استطاعوا لاعبين الأبطال أن يكونون أبطال لهذه الدورة. إن شاء الله هذه الانتصارات مستمرة للكرة العراقية. واحدة من أهم البطولات المنتخب الأولمبي ذهب مدريكي، ذكرت قبل شوية أنه من أنجح وأفضل الفرق. نعم. صراحة أنا ما أريد أعيد هذا الموضوع هواية، لأن أغلب حلقاتي أقول أنه هذا الجيل وهذا الجيل لما يكون أحد النجوم موجودين، بس ما شاء الله عليكم الأجيال السابقة كلها يوم نفتقد هاي الخامة وهاي الأسماء هذه النوعية من اللاعبين. ذكرت من الحارس المرمى والمهاجم أسماء كبيرة، لولا بعض الإشكالات اللي بعض الأحيان تصير عندكم بسبب تسجيل لاعبين أو عدم استدعاء وإلى آخره، شنو كان ينقصكم بهذا الوقت؟ هذا الفريق اللي اشترك كان فريق متكامل على يعني حتى إنجاري منتخبات نقدر
اول يعني منتخبات النخبه الاول يعني مو الاولمبيات يعني لان يعني اغلب هسه المنتخبات هسه احنا شاركوا بالخط الاول هذا بلغاريا او هنغاريا بالفريق الاول اشتركوا واحنا جارينا هذا الفريق كان للاسف كان بهاي البطولات استعارينا حراس مرمى مو اعتمدنا على حارس اللي هو يصد بالتصفيات نعم. بالتصفيات اللي هو راح يصد وراح يوقف بالمرمى اعتمدنا على حراس المنتخب الوطني فقط للبطولة استدعيتوا حراس شفنا بالتتويج كابتن إماد هاشم إماد هاشم كان عامر عبد الوهاب وكان إبراهيم سالم وكان عامر عبد الوهاب فكل بطولة كنا ناخذ حراس اثنين من المنتخب الوطني حارس الاساسي من كان اللي صعد وياكم حسين كامل وسعد ناصر سعد ناصر ما اشتركوا بهاي البطولة اسماء مو قليلة يعني ليش ما كملوا بس ما اشتركوا بهاي البطولة نعم يعني ما اخذوا فرصتهم بالمشاركات الخارجية لاعبين شباب من الدوري وسحبوهم للاولمبي ولا بطولة خارجية ولا مباراة دولية لعبوا قبل التصفيات اجوا دخلوا للتصفيات فما بعيدين عن الفريق وبعيدين عن المباريات وبعد تعرف احنا لا معسكرات ولا شيء مجرد انه بطوله تروح بيها فهذا الفريق كان انا اعتبره من افضل المنتخبات الاولمبيه اللي مثلت الكره العراقيه حقيقه فريق متكامل حلو. فريق يعني ما به اي نقص باي مركز باستثناء حراس المرمى ولو مشتركين يعني مثلا حسين او سعد بهاي البطولتين كان ممكن يكون ان غير كلام في التصفيات النهائيه خلينا نكمل بنفس موضوعنا ونبقى مع المنتخب الاولمبي ونشوف محطه اخرى هو الحكم التايلندي بيروم امبرانسرت وضربة البداية لصالح منتخبنا الأولمبي بكرة القدم اللي راح يمثل في هذه المباراة حسين عباس خالد محمد صبار عباس عليوي عادل نعمة صادق سعدون وحيدر محمود ومهند لويس علي وهيب وعباس عبيد عامر مشرف وقحطان الشتير في هذه المباراة الفريق الياباني كرة في جهة اليمين كرة مرة أخرى سيطر على الفريق الياباني وحسين جول حسين ما يقدر يسيطر على الكرة ويجي اللاعب الياباني ويسجل الهدف الأول لمنتخب اليابان في الدقيقة 27 من المباراة كرة انضربت انلعبت من خارج منطقة الجزاء وجوشوكي تابع كرة ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الياباني يشوفها بالإعادة تقريبا من بعد 5 ياردات والفريق الياباني يسجل الهدف الأول في هذه المباراة اليابان الآن تقدم بهدف مقابل لا شيء لمنتخبنا كرة عالية حلوة كرة جول هدف جميل لصالح الفريق العراقي سجله علي وهيب علي يلعب كرة جميلة يلعب علي يدخل بإسراء مباشرة ويسجل هدف التعادل لصالح منتخبنا الأولمبي حلوة علي وهيب الهدف الثاني إلا في هذه التصفيات علي وهيب ويسجل الهدف الثاني الجميل والملعوب وأخلي الصورة هي اللي تتكلم أعزائي المشاهدين وإخواني المستمعين شاهدنا مباراة منتخبنا الأولمبي مع المنتخب الياباني التصفيات المؤهلة لبطولة أولمبياد أتلانتا يمكن نفس الموضوع ولو نحكي باختصار حتى نكفي باقي الوقت انه خطا من حارس مرمى كان وصار الهدف الاول للمنتخب الياباني بعدها منتخبنا رجع عدل وكل هذه الامور يعني هذا الجيل وين وصل وشلون نشوف التقييم النهائي له حقيقه تكلمت لك عليه هذا الجيل لو صعد للتصفيات كان له غير كلام ثاني حقيقه لين كانت العقود الاحترافيه الخارجيه الاوروبيه تنهال على هذا الجيل اللي يمتلك لاعبين بمواصفات عاليه جدا من خيره اللاعبين يعني ما يؤكد كلامي احنا 6 إلى 7 احترفنا من هذا المنتخب من هذا المنتخب مثل ما بدينا حلقتنا نعم انت على كوريا باقي اللاعبين على وين؟ عباس عبيد كوريا حيدر محمود ماليزيا قحطان قطر الامارات عفوا علي وهيب رومانيا ممكن هواي لاعبين ما شوية ما تسعفني الذاكرة قلت لك 6 إلى 7 لاعبين رحنا خارج العراق خلينا بصادق سعدون صادق سعدون من هذا المنتخب من هذه البطولة طلق إلى احتراف جيد جدا بالنسبة كلاعب عراقي احترافه في كوريا شلون صار هذا الاحتراف من خلال هذه البطولة يعني حقيقة
بنفس الوقت أنا يعني كان كنت هارب من الخدمة العسكرية يعني ما خادم. قالوا لي بعد البطولة بعد ما خلصت الفريق اللي وقع مع عباس عبيد هو نفسه اللي وقع معك لموسم واحد. فحقيقة يعني استغربت الموضوع، كنت انتظر يعني عقود تجيني من الخليج أو زي. من هاي الدول ماليزيا غير ماليزيا، لكن رحبت الفكرة أكيد رسم بدون أي تردد. حتى في وقتها نظرت للجانب المادي بصراحة لو للجانب اسم الفريق والاحتراف بدوري جيد مثل دوري لا 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 المكان أوكي. المكان اللي أتوجه له أنه ككوريا الجنوبية النخب الأول في آسيا نعم. إنه هذا المكان هو راح تكون انطلاقتي منه. موسم واحد نعم. شلون تأقلمت هناك؟ شلون عشت؟ شلون مشت الأمور؟ صعبة حقيقة، كون إحنا لاعبين صغار بس يعني أنا وعباس يمكن حتى عباس أصغر مني بسنتين. حقيقة صعبة، واجهنا صعوبات كبيرة من ناحية اللغة، من ناحية الغذاء، من ناحية التأقلم، من ناحية التدريب المختلف تماماً، من ناحية الالتزام كلاعب محترف. يعني هواي أمور اليوم أنت من تجي من العراق من دوري العراق تروح لكوريا بثمانية الصبح الريوق وبثمانية الغداء وبستة العشاء، هاي ما موجودة. صعبة جدا. إحنا نأكل وجبة ونروح للتمرين نأكل بيضة وفتشي والتدريب. أمور هواية، توزن قبل التمرين وتوزن بعد التمرين. طلعتك بس هو بالتالي يمكن ضاف لك شيء نظام احترافي عالي جدا طبعاً يعني. طبعاً طبعاً لا استفاديت منه بشكل كبير حقيقة. لكن نرجع إنه هو غريب على اللاعبين العراقيين. خلينا نشوف محطة، نشوف هاي الفيديو، نشوف شنو راح يجيبه. واحدة من اللحظات المفرحة الحزينة بنفس الوقت تصفيات كأس العالم 1998 مباراتنا مع كازاخستان، كنت تسجل الهدف الأول. نعم أول 10 دقائق. أول 10 دقائق تسجل وتفرح بالتسجيل، لكن بعدها تنقلب النتيجة عليك وتصير 2-1 ويخسر المنتخب. دائما ما محالفنا الحظ بالتصفيات لكأس العالم. هاي شوف هاي المباراة أمام كازاخستان ما كنا سيئين، لكن الجمهور هو اللي قلب الموازين في هذه المباراة. شلون يعني؟ الجمهور من دخلنا المباراة إلى ما انتهت هو يشجع ضد المنتخب. ليش؟ شنو السبب؟ خاصة جهة المقصورة اليسار. كان في وقتها أحمد راضي، في المرحوم أحمد راضي في نهايات مشواره مع المنتخب الوطني وكان من ضمن المنتخب. زين. من أفضل اللاعبين في وقتها، لاعب جيد، لكن تعرف العمر إلى نسبة معينة أنه يتحكم في مستواك مهما تكون. الجمهور كان منتظر أحمد راضي، والجمهور يريد أحمد راضي كون يمثل الزوراء، وهاي المنطقة كلها المقصور فيها هي خاصة بالزوراء، خاصة بالزوراء. الجمهور منتظر الزوراء. أول ما دخلنا المباراة أحمد راضي ماكو، اشتغلت الهتافات ضد المنتخب. بالمقابل اثر بشكل كبير على اللاعبين المهاجمين اللي مشتركين في المباراه، موجودين مكانه صح اللي لعبوا، بحيث اي كره يصيحون عليهم يفقدوها اي كره. ما هو حسام ايضا كان مع الزوراء. فرق انت اليوم انت تتكلم على احمد راضي غير ما تتكلم على حسام فوزي. احمد راضي حسام في بداياته، احمد في نهاياته. هناك فرق. انت اليوم احمد راضي تتكلم
حسام لاعب شاب هسه زين. على طاري المهاجمين لك تصريح بهذه التصفيات انه قلت لو اني موجود مهاجم العب بهذه التصفيات لكنا تاهلنا ان هذه تعرف ليش؟ اليوم الضغوطات اللي صارت على هالمنتخب ضغوطات كبيره ما يتحملها اي لاعب. يمكن اني او غيري نتحمل هاي الامور. بالمقابل الفرص اللي سنحت ان كل المباريات تصفيات فرص كبيره وكثيره. انا في كل مباراه كنت اسجل هدف هاي زين. يعني أنا هاني تعرف أنا هداف مثلا هاي التصفيات أنا كمدافع كل مباراة لي هدف. كازاخستان هنا هدف ضد باكستان هدف ضد كازاخستان في ملعبهم هدف. يعني كل مباراة كنت أحرز هدف. يعني أنا يمكن بديت لك كلامي على الفيديو هذا قلت لك إنه دائما ما يحالفنا الحظ والتوفيق. خلينا نترك الحزن نتحول إلى فرح. مو لازم نحضر لنا فرح ليش لأن الفرح اللي أنت ما بصراحة. خلينا نشوف الذي امتلأت في مدرجات ملعب الشعب. هدف جميل وتحويلة جميلة كانت من صادق سعدون وهدف جميل لنادي الشرطة في الدقيقة 25 من الشوط الثاني. 25 من الشوط الثاني وهدف رائع وجميل لنادي الشرطة العراقي. جمهور الشرطة والجمهور العراقي يحيي اللاعب الذي سجل هذا الهدف. واعتقد حيث عيسى على كل نتأكد بعد قليل أن نفس اللاعب واللاعبين معظمهم خرجوا خارج الملعب. يدخل أرضي أمام المرمى الهدف الثاني. الهدف الثاني لنادي الشرطة. الهدف الثاني لنادي الشرطة. الهدف الثاني لنادي الشرطة في الدقيقة 32 من الشوط الثاني. هدفين للفريق العراقي مثل نادي الشرطة مقابل لا شيء لنادي سيف العماني ضمن بطولة أندية آسيا. هنا الفرحه مالتك ما تنوصف بصراحه. يعني يمكن صناعه هدفين مثل ما ذكرت انه متاخرين بهدفين كنتوا في عمان بعدها جيتوا هنا لازم تقلبون النتيجه. راح نتحدث عن هذه التفاصيل لكن راح نربط بفيديو ثاني. خلينا نشوف الفيديو. أوكي أوكي. شاهدنا الفيديو الثاني. نتحدث عليه باختصار وقت ما عدنا. نعم. إعارة لنادي الشرطة كان. نعم. بذاك الوقت ماشي نظام الإعارة أكثر من لاعب يأخذ على فريق ثاني يلعب بالإعارة يمثلهم. صح. سيب العماني وبرق شيراد الإيراني. هسه شاهدنا. نعم. الفيديو تفضل. أمام السيب العماني حقيقة مباراة صعبة جدا كانت يعني مشكلة كوننا خسرنا في عمان 3-2 بعد ما كنا متقدمين 2-0 خسرنا المباراة بسبب طرد لاعب. لعبنا المباراة 10 لاعبين من أول 10 دقائق لآخرها. المهم خسرنا المباراة هناك في 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 عمان. جينا هنا المباراة استعملت الحيل حقيقة. حيل تكلمت عليها أنت إنه سويت حالة إنه خليت اللاعب يضربني متعمد. على ضوء انطرد اللاعب. هم من افضل اللاعبين نادي السيب العماني
فاستغلينا النقص العددي. اوكي. فلهذا شفتني فرحان بالهدفين كوني يعني سبب في طرد اللاعب العماني، وايضا صنعت هدفين امام السيب العماني، وهي مباراه كان لابد من نفوز بكل كل الامور اللي تعرف بس التوقع. يعني هذه الفرحه موجوده تمثل الشرطه يعني مو فريقك حتى. ما انا مثل العراق السنه مثل العراق. أنا مثل اسم العراق. انا اسم العراق. انا امثل العراق. اذا كان الشرطه غير فريق غير حتى لو نادي انا امثل العراق لان تعرف هاي بطوله باسم العراق بغض النظر الشرطه وغير نادي، رغم انه ندمان على يعني مو مشاركتي مع الشرطه، على انه رحت استعاره وصار لي حادث بعدها يعني حقيقه تعورت يعني اصابيت مع الشرطه وقعدت موسم كامل وهو لسبب انتقالي من الجويه الى الطلبه. الطلبه يعني ممكن هاي قصه الطلبه اوكي نحكي عليها. للاسف يعني وقت ما عندي اريد اعرف هاي التفاصيل، يعني هاي بها جزئيات جزء تكون مهمه جدا. نعم. وبنفس الوقت انه تركنا محطات كثيره لك للاسف في الساعه التلفزيونيه مكفت. خلينا نتكلم على برق شيراز مكفت. عندي فيديو اخير راح اختم به خلينا نشوفه. يلا ماشي. من راح يلعبها؟ من يلعبها هذه الكره؟ راشد دوسري يلعبها في الحيطه، ترجع مره ثانيه لخالد، خالد لراشد يلعبها ناحيه المرمى. الله الفيديو الأخير كان نهاية مشوارك مع المنتخب والاعتزال. نعم بعدها هذا للأسف الخسارة أمام البحرين. بحرين. بعد سنوات عجاف يمكن حوالي 10 إلى 15 سنة المنتخب البحريني ما غالب المنتخب العراقي بهاي التصفيات اللي اشتركنا بها خسرنا 2-1 على ما أتذكر. حتى في وقتها يعني الحارس أحمد علي نوجه له التحية. وكان قبلها عامر عبد الوهاب. صار موقف حتى نختم به. اي موقف انه احد المعلقين الاخوان عامر عبد الوهاب في احدى المباريات شوتوا عليه كره ارضيه دخلت. زين. بهاي المباراه شوتوا كره عاليه على احمد علي دخلت. فالمعلق قال والله احرنا نزل الطويل تدخل الارضيه، نزل القصير تدخل العاليه. الله يساعده. فحقيقه يعني كابتن مشوارك كبير جدا وللاسف يعني ما شفنا لك شيء خاص بالطلبه يعني للاسف وقتنا ضيق جدا. صح. بدنا نتحدث عن انتقال الطلبه كيف صاروا وفد فيديو او اثنين خاص لنادي الطلبه ان شاء الله يعذرونا جمهور الطلبه ما شافوا طارق سعدون يمثل الطلبه والفانيله موجوده ويانا بهذا البرنامج. شكرا جزيلا لك مره ثانيه وربي يوفقك ان شاء الله. الله يسلمك كثير تحيه لك كل الاخوان المصورين والمخرج والاستاذ مهند واشكرك مره ثانيه على البرنامج الجميل. ربي يحفظك ويسلمك. شكرا جزيلا. شكرا. حبيت المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا هذا اليوم مع الكابتن صادق سعدون، نلتقيكم وحلقات قادمه وضيوف جدد وسلسله من النجوم. مع السلامه.